باش تقاد الامور كما هي. دابا حاجه وحده، ديك الناس اللي ما داوش اللي كيقول بان ما تعلموش غيعطوني السميات ديالهم، كنوعدهم المره الجايه هما الاولى. انا الاثنين يجوا عندك. هو المشكل اللي كنقولوا الله يرحم الوالدين. لا هاد المسائل دابا هي انا هاد الناس اللي مسجل، دابا اللي مسجل مستافد ياك. المره الجايه راه باقي ماشي هنا غتوقف العمليه، راه حنا باقي نلعبوا. غادي معاهم حنا غادي معاهم. مابقاش مجال الزرع، حنا غادي للمواطن. كنصهروا عليكم نتوما. لو كاينين ما تبرعكمش الامور دابا لهاد الشيء. سعد هذا القرار. انا سجلت في القرويه. واش غلطوا لك؟ ايه. حسبها في القايد. صافي. حسبها في القايد. غنسجلك دابا. شوف. اليوم اللي استحقيت اليوم الا ما عرفتش. الا بقات شي حاجه وسمحوا لك الناس ماشي مشكل. دابا انا هاد الورقه هذه. وما قبضتش التور اللي فات. التور اللي فات ما قبضتش. والفترة ماشي انا اللي صرت عليها، وانا كنجي للقراويه كنت كونجي. انا ديك الشيء راه غنبحث فيه، غندير فيه تحقيق دابا على المسائل. شي كتقولوا لي دابا هذا السيد راه قال لي شي هضره ما كانش انا على بالي، راه غنفتح تحقيق كنحقق. انا مشيت البارح جيت عندك انتي ما على باليش هضره دابا. ملي قال لي الله يحفظنا راه مغالطين غير في السميه، عاد يدوروا ديك ليستيك ما كاين السميه. دابا اسمعوا دابا الله يرضي عليكم، ما تخليوناش هاد لوبيراسيون دابا الفلاحه نستافد ونهرش معاه وخلينا نمشيو نصليو على رسول الله. دابا شوف اللي ما تسجلش وكان عنده مشكل يجي يتسجل، كنوعدكم المره الجايه غادي شي حاجه انتم الاولى على راس القائمه. دابا واش هاد المره الجايه فوقات؟ دام اسمع نكمل. دام انا كنوعدك وعد رجل ماشي وعد قائم. غوت عليه انا، كنغوت عليه انا. هاد الشيء جبتو انا، كنعطيوكم سي القنطر في الاول وجبتوهم لا خصنا بزاف، سمعتوا السوس كبيره يعني كندافع على المنطقه. ايوا صافي وقع كاع، نفترضوا انه وقع هاد المسائل ما داروش الناس اخرين ما تعلموش في وقتهم. ماشي ما تعلموش راه 15 يوم الله يرضي عليكم. 15 يوم 180 طن ولا اللي قالوا شكون غادي يديها لي يمشي لهنا؟ هادو جاو ديك الله براسهم. واش حنا ديكلارينا؟ انا ديكلاريت وما دخلونيش. انت خذي لي ديكلارينا وما دخلوناش. انا قلت لهم هضر معاهم من رمضان وهما كيسجلنا ما داخلش. انا مسجل وما داخلش هنا. عند سعيد. عند سعيد. راه كاين اي حاجه سعيد شوفوها.